نائب محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن الاجتماعي، تحياتي لحضرتك سياده النائب. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. اللي حصل النهارده في اللجنه يا فندم وبالنسبه للطلبات الاحاطه اللي كانت مقدمه من لجنه التضامن الاجتماعي. هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هو كان في سؤال مرتبط بارتفاع اسعار سيارات الاشخاص ذوي الاعاقه، وكان في كمان طب الرد عليه يا فندم كان ايه؟ يعني خلينا نمشي بنقطه نقطه. انا هقول لحضرتك اهو، هو كمان كان في طلب احاطه او طلبين احاطه بيتكلموا كمان عن اهتمام الدوله بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه، وكان الرد من اللجنه بدايه انه منذ انعقاد البرلمان ومن دول الانعقاد الاول واللجنه بتشتغل على قانون جديد لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بيتضمن حلول لكل المشاكل اللي بيعانيها الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء فيما يخص الأمور الاقتصادية، حقهم في العمل إلى آخر ذلك، أو ما يخص التعليم أو الصحة أو حقهم في الضمان الاجتماعي. الكلام بتفاصيل عن امتيازات يجب أن توفرها الدولة ومن ضمنها السيارات المجهزة، والتعرض بنصوص تفصيلية لحل الإشكاليات دي. وإحنا النهاردة بينا للسادة النواب أنه إحنا كنا اللجنة تقدمت بقانون وانتهينا منه في ظل الانعقاد الأول، وفي بداية ظل الانعقاد الثاني كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون، وطبقا للائحة طالما الحكومة تقدمت كنا لازم نجري مقارنة ما بين المشروعين، فأجرينا فعلا مقارنة ما بين المشروعين واستقرينا على الصياغة النهائية. ودلوقتي بداية من الأسبوع القادم هيكون في اجتماعات مع الحكومة لمناقشة ما استقرت عليه اللجنة تمهيدا لنزول القانون للقاعة العامة وإقراره، وهو هيكون من أهم القوانين اللي هيصدرها المجلس، خاصة أنه تعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منطلق حقوقي مش من منطلق المعونة والإحسان، وإنما من منطلق أنه حق لهم، ويرتب عقوبات على مخالفة النصوص اللي وردت فيه، بمعنى عقوبات على عدم إعطائهم حقهم للأشخاص اللي يعني يكونوا سبب في ده، سواء كانوا دول بينتموا للحكومة ووزاراتها أو كانوا بينتموا للقطاع الخاص. في طلب الإحاطة الثاني كان في كلام عن الانتهاكات اللي ارتكبت في دور رعاية الأطفال في الآونة الأخيرة، ومندوب الحكومة عرض الإجراءات اللي الوزارة أخذتها عشان تواجه الانتهاكات دي، وإحنا كمان كلجنة أصدرنا عدة توصيات لها علاقة بأنه دور الرعاية اللي فيها عدد قليل من الأطفال وما فيهاش نسبة إشغال عالية عشان يسهل رقابة دور الرعاية إذا قدرنا ندمج عدد منهم، لأن في كل دور الرعاية نسبة أعلى نسبة إشغال يمكن توصل ل 67% بالكتير، وفي دور رعاية نسبة الإشغال فيها يمكن ما بتوصلش 20 أو 30%. فاحنا قلنا انه لما يحصل دمج دون هيساعد انه يبقى الرقابة محكمة اكتر، وتقدر وزارة التضامن تبقى بتتابعهم بشكل دوري اكتر. برضو قلنا انه لازم يكون دايما مسؤولية الانتهاكات تكون بيتحملها مجالس الادارات والمديرين التنفيذيين للاماكن دي، لانه عدم تحمل مجالس الادارات المسؤولية بيخليهم يقصروا في اجراءات المراجعه. فاحنا قلنا لازم، او المتابعه، قلنا لازم يكونوا دائما هما الاثنين مشتركين، واحنا فعليا كلجنة في قانون الجمعيات الجديد اللي احنا اعدناه خلينا طول الوقت الانتهاكات او المخالفات المسؤوليه تضامنيه ما بين مجالس الادارات وما بين الاداره التنفيذيه اللي موجوده في الجمعيات والمؤسسات الاهليه. اتكلمنا برضو على انه المراجعه لازم تتضمن مش بس إجراءات مدى الجاهزية المادية لدار الرعاية، لكن لازم تمتد كمان لمدى أهلية القائمين على الدار، الأمهات البديلة وما شابه، أهليتهم نفسيا وعلميا وغيره إن هم يأدوا الدور ده، لأن حضرتك تعلم إن معظم الانتهاكات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت كان واضح جدا إنه اللي بيرتكبوها عندهم مشاكل نفسية، مش بس إن هم عندهم إهمال. اتكلمنا برضو ان لازم وزارة التضامن تعمل قاعدة بيانات، لان الى الان ده مش موجود،
بالأطفال المحتجزين في دور الرعاية وتحط صورهم على قاعدة البيانات دي، لأن ده بيساعد إن إذا كان في أولاد تاهوا من أولياء أمورهم أو اتخطفهم أو كده ومودعين في دار رعاية، يبقى يقدر ولي الأمر اللي ابنه تاه منه أو اتخطف منه أو كده يدخل على الموقع ده فيشوف يمكن يلاقي ابنه، لأن دي مشكلة بيعاني منها الأهالي اللي فقدوا أبناء، إن ما تقدريش حضرتك تدخلي على قاعدة بيانات وتطلعي بيانات وتقدري طيب تستخدمي. طب دي حاجة كويسة جدا يا أستاذ محمد، بس خليني أسأل حضرتك سؤالين سريعا. أول سؤال يعني استوقفني يعني تصريح النائب عبد الهادي القصبي وهو رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إن هو أشاد بدور الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، هل ده يؤكد إن لجنة التضامن الاجتماعي راضية عن دور الحكومة في إدارة هذا الملف؟ في الحقيقة فندم الدكتور عبد الهادي لما اتكلم على انه الحكومة تولت المسؤولية في ظروف صعبة جدا وتحديات كبيرة، وكان الاقتصاد في البلد بيتحول من شكل اقتصادي ريعي اللي كان موجود قبل الثورتين. هو التصريح ده النهاردة يعني التصريح ده النهاردة. انا بقول لحضرتك يا فندم، فهو بيشوف انه وده موقف اللجنة طبعا انه عمل الحكومة في الظروف الصعبة اللي تولت فيها المسؤولية والنتائج اللي طلعت منها هو مرضي، لكن في نفس الوقت طالب الحكومة بالمزيد من الجهد، لأن في الآخر المواطن العادي متحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، وقبل كده كان متحمل أعباء ناتجة عن إهمال. طب يا فندم، هو تحمل ارتفاع سعر الدولار وتحمل يعني أتباع الإصلاح الاقتصادي، طب انخفاض سعر الدولار فين اللجنة؟ ليه لجنة التضامن الاجتماعي ما طلبتش الحكومة أن الأسعار تتخفض؟ ده يعني احنا طالبنا الحكومة، مش بس اللجنة وإنما الائتلاف اللي معظم أعضاء اللجنة بينتموا ليه، ائتلاف دعم مصر، ما فيش جلسة بيبقى حاضر فيها رئيس الوزراء أو وزير من المجموعة الاقتصادية أو المجموعة الخدمية إلا وإحنا بنتكلم عن مراجعة إجراءات مراقبة الأسواق، وعندنا إجراءات إحنا نفسنا كبرلمان لازم ننجزها، زي تعديل قانون جهاز حماية المستهلك بأننا نديله صلاحيات، لأن حضرتك تعلم إن الجهاز بيعمل في تشريع قديم ما عندوش الصلاحيات الكافية. إحنا برضو كبرلمان يعني متوقع يا فندم إن الأسعار تنخفض؟ ايوه يا فندم، متوقع ان الاسعار ده خلال قد ايه يا فندم؟ انا هفكر حضرتك بالوعد الرئاسي، لان ده كمان احنا في لجاننا لما بنجتمع مع خلال ست شهور ان خلال الست شهور. ايوه طب سيادة النائب سريعا كده، قانون الجمعيات الاهليه وصل لحد فين يا فندم، ولا هو فين اصلا؟ لجنة التضامن والمجلس انتهوا من عملهم كدراسة وكموافقة المجلس عليه، ولما رئيس الجمهورية سأل رئيس المجلس النواب في مؤتمر الشباب هو القانون جالنا في مؤسسة الرئاسة، فقالوا لا يا فندم احنا لسه بنضبطه لغويا، فالقانون الآن في مرحلة الضبط اللغوي والضبط القانوني. ثلاث شهور انا يعني اظن ان القانون ده المفروض كان يخرج من ثلاث شهور يا فندم. بص يا فندم، هو ده أمر يعني حضرتك تعلمي إن القانون ده ليه يعني ارتباط بقوانين أخرى متعددة، وليه كمان ارتباط باتفاقيات دولية، ورئيس المجلس قبل ما يرسل لرئيس الجمهورية القانون لازم يكون متعدد.